أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا توفر المواد الغذائية لمدد طويلة، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث في مستلزمات كل قطاع اقتصادي وهناك اجتماعات مستمرة بهذا الخصوص. أحب أطمن العموم بالدور اللي تقوم بالوزارة اليوم، والدور الرئيسي هو وبتوجيه من سيدي صاحب السمو ولي العهد ومتابعته الشخصية وله في ذلك جزيل الشكر. الدور اللي نقوم باليوم وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة هو التأكد من استمرارية عجلة الاقتصاد الوطني. احنا نمر في مرحلة حرجة، ويجب أن لا نجهل أن اقتصادنا بحاجة إلى أن يستمر. نعم نمر في ظروف صعبة وراح يكون تحديات، ولن توقع أن تستمر الأداء الاقتصادي كما كان عليه قبل 3 أو 4 شهور أو سنة، ولكن إحنا في مرحلة اليوم يجب أن نمشي الأمور إلى ما نصل إلى بر الأمان وترجع الأمور إلى مسارها الطبيعي. وفي هذا التوجيه تم توجيهنا مثل ما ذكر معالي الفريق إلى التركيز أساساً في توفير السلع الغذائية. أحب أطمنكم أن إحنا نعمل جاهدين في الوزارة وبالتعاون مع التجار الموردين الأساسيين للسلع التجارية على التأكد من وجود السلع الرئيسية والمواد الأساسية بكميات لا تقل عن 6 شهور في كل وقت في مملكة البحرين. والحمد لله إحنا في هذا المستوى، ونقوم بتعزيزه أيضاً بصفة دورية، وبدأنا تنفيذ خطة العمل اللي قدمناها واعتمدتها الحكومة الموقرة. فلا داعي للفزع أو الهلع، الأمور إن شاء الله طبيعية، وإحنا كلنا ماشيين في مسار متسق إن شاء الله من هالناحية. كشفت البيانات الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر يناير لعام 2020 عن ارتفاع السيولة النقدية، حيث بلغت 14,029,000 دينار في نهاية شهر يناير من عام 2020، بزيادة قدرها 10.14% عن العام السابق. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي. انضمت كريب كافيه، سلسلة المقاهي البحرينية ذات المفهوم المبتكر، إلى مجموعة امتيازات الطعام والمشروبات الكبرى المنتقى بعناية، والتي من المقرر تشغيلها في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البن فلاح إن تقديم تجربة سفر رفيعة المستوى تتسم بأعلى معايير الرفاهية والجودة، لافتا إلى أن المطار في عصرنا الحالي قد أصبحت تشكل أكثر من مجرد أماكن انتظار حتى موعد الرحلة التالية، بل أصبحت تمثل في حد ذاتها وجهات بارزة لتناول الطعام.
أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى ذا بريدج، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكاكولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفست كورب على 100% من العقار من شركة تابعة لكوكاكولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات. والجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفست كورب في أوروبا. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.5 نقطة مئوية تقريبا، مغلقا التداولات عن مستوى 1395 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا قطاع الخدمات. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,252,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 605,000 دينار تم تنفيذها من خلال 190 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت جميع البورصات في نهاية تداولات اليوم باللون الأحمر، وكانت أبرز الخاسرين سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أقفلت على تراجع تجاوز 7 نقاط مئوية. أما بالنسبة إلى السوق المالية السعودية فقد تراجعت بنسبة 5.21%. أعلنت إمارة أبوظبي مواصلة جميع المشاريع حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية للإمارة. وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة. أعلنت المملكة المغربية إنشاء صندوق قيمته تصل إلى نحو 1 مليار دولار سيخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد بحسب ما أفاد بيانا للديوان الملكي. وقال البيان إن الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه فورا سيخصص لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، وسواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بشكل عاجل، كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصا القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار الفيروس مثل قطاع السياحة. قال مسؤول عن إدارة صندوق لمساعدة المصنعين اللبنانيين أن مصرف لبنان المركزي سيوفر 100 مليون دولار للصندوق في مرحلته الأولى. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إنشاء منصة مالية في أوروبا لتوفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين اللبنانيين، حيث ستكون المنصة عبارة عن مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركات التكنولوجيا المالية فنتك، وهي تشكل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جمع حوالي 750 مليون دولار أمريكي. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. حركة السفر جوا تواجه تحديات على مستوى العالم بسبب انتشار الفيروس المستجد.
استبعد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خفض معدلات الفائدة للنطاق السالب كخطوة تالية لدعم الاقتصاد أمام صدمة وباء كورونا. وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض معدل الفائدة بشكل مفاجئ للمرة الثانية في أقل من أسبوعين لتتراوح بين 0.25% حاليا. كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي برنامجا للتيسير الكمي يشمل شراء سندات وأذون خزانة بقيمة 700 مليار دولار. قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميتشن أن روسيا ستؤسس صندوقا لمكافحة الأزمات حجمه 4 مليارات و100 مليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف ميتشن أن الإجراءات تشمل إعفاءات ضريبية لشركة السياحة والطيران فضلا عن التوسع في برامج القروض للشركات. أعلن بنك اليابان المركزي خطوات إضافية لدعم الاقتصاد خلال اجتماعه الطارئ، وأعلن المركزي مضاعفة برنامجه لشراء الأصول لترتفع وتيرة شراء أصول الصناديق المتداولة في البورصة إلى 113 مليار دولار وصناديق الأصول العقارية إلى 17 مليار دولار في محاولة لدعم استقرار الأسواق المالية. وأعلن البنك إجراءات إضافية لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كونها العمود الفقري لاقتصاد أي دولة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي آخر أخبارنا الاقتصادية، تواجه حركة السفر جوا على مستوى العالم إغلاقا واسع النطاق في إطار المساعي الدولية لاحتواء الفيروس المستجد، وذلك بعد أن أعلنت شركات الطيران تقليص وتخفيض أسعار رحلاتها الجوية، وحظرت العديد من البلدان السفر وأوصت بالعزل. وتعرضت شركات الطيران لجرعات متعددة من الأخبار السيئة يومي السبت والأحد الماضيين رغم انخفاض الأسعار.